السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. بهذا الفيديو في عنا أكثر من خبر هامين لكم جميعا. خلينا نبدأ بتفاصيل الخبر الأول بما يخص موضوع الزلازل والهزات الارتدادية. قبل شوية أخوان حصل هزة ارتدادية وكان في قبلها هزة أخرى. حصل قبل قليل هزة بقوة 4.4 في ولاية ملاطيا التركية. تقريبا هاي الهزة كانت قبل 20 دقيقة وفي قبلها أيضا تقريبا قبل ساعة هزة أرضية أيضا بقوة 3.9 أيضا في ولاية ملاطيا التركية. من وقت ما حصل الزلزال الكبير لحد هاي اللحظة الهزات ما هديت أبدا. الله يكون بعون الجميع والله يحمي الجميع يا رب. الموضوع الثاني تحذير هام جدا من وزير الداخلية التركي يمنع الدخول إلى المباني المتضررة بشكل كبير. رح خليكم يا أخوان رابط بوصف هذا الفيديو فيكن تعرفوا مدى تضرر البناء اللي انتو كنتوا ساكنين فيه. لما بتتحققوا من المنزل اللي كنتوا ساكنين فيه إذا كان متضرر بشكل كبير وطلع لكم هاي الكلمة اللي قدامكم على الشاشة فيمنع الدخول على هاي الأبنية. انتبهوا من هذا الموضوع يا أخوان. طبعا رابط التحقق من هذا الموضوع رح خلي لكم اياه بوصف الفيديو. الموضوع المهم جدا يا أخوان إجراء هام لجميع أصحاب الكملك والإقامات والمقيمين على الأراضي التركية. هذا الإجراء متعلق بموضوع الجنسية التركية. هذا الإجراء متعلق بموضوع المساعدات. هذا الإجراء متعلق بموضوع صحة بقائكم على الأراضي التركية. هذا الإجراء متعلق بكل أوضاعكم على الأراضي التركية. قبل ما نفوت بهذا الإجراء بدي نوه عن موضوع جدا مهم. طبعا هذا الإجراء هلا يا أخوان رح فرجيكم كيف رح تعملوه عبر الإيدولات وبنصح الجميع بدون استثناء إنه يعملوا هاي الخطوة. ولكن قبل ما فوت بهذا الموضوع بدي نوه عن موضوع مساعدة 10,000 ليرة تركية. مساعدة 10,000 ليرة تركية اخواني الكرام لا يوجد رابط خاص للتسجيل عليها بل يوجد رابط للتحقق من هاي المساعدة. كيفية التحقق من هاي المساعدة اذا طلعت لكم او لا رح خليكم فيديو باول تعليق مثبت فيكم تلقوا نظرة عليه. وهلا يا اخوان خلينا نفوت مباشرة على الايدولات. كل شخص يمسك تليفونه ويطبق هاي الخطوات يا اخوان. هذا الموضوع جدا هام بالنسبة لكم. رجاء لا حد يهمل هذا الموضوع من شان مصلحتكم انتم. وخلينا نفوت على الشرح العملي. ركزوا معي يا أخوان خطوة بخطوة. رحنا على متصفح الجوجل كتبنا بشريط البحث كلمة اي دولات مثل ما انتو شايفينها. لا تسجلوا الدخول من خلال التطبيق. تمام من خلال التطبيق ما رح تعرفوا تشتغلوا هاي الخطوات اللي عم نحكي عنها. بعد ما تكتبوا كلمة اي دولات بشريط البحث اخواني رح يطلع عندكم متصفح الاي دولات بوابة الحكومة الالكترونية. رح تضغطوا على هذا الخيار اللي هو الخيار الاول. بعدين يا اخوان هون في عندكم كلمة جريشيا. طبعا شفرة الاي دولات يا اخوان فيكم تحصلوا عليها من خلال مراكز البي تي تي او اذا في عندكم حساب بنكي فيكم تسجلوا الدخول على الاي دولات من خلال الحساب البنكي. رح خلي لكم الطريقة بوصف هذا الفيديو. هون يا اخوان عم يطلب رقم الكملك وشفرة الايدولات. رح ندخلهم وشوفوا شو رح نعمل. بعد هيك خطوات رح تغير مسرح حياتكم القانوني في تركيا. حطينا رقم الكملك والشفرة وسجلنا الدخول على موقع الايدولات. ركزوا معي يا اخوان في خطوات وفي تحديثات لازم تعملوها خطوة بخطوة. اول شيء يا اخوان هون في عندكم 3 نقط رح تضغطوا عليهم. بعد ما تضغطوا عليهم رح يطلع هون اسمكم. رح تضغطوا على اسمكم. بعد ما تضغطوا على اسمكم اخواني هون بالاسفل تحت في عندكم خيار اسمه إليتشيم سيتشينكلري. طبعا يا اخوان الاشخاص اللي ما بتعرف لغة تركية لا تهكى الهم. في هون كلمة ترجمة فيكم تترجموا الصفحة بكل بساطة من غير اي مشاكل. الاشخاص اللي ما بتعرف لغة تركية يعني بيتم ترجمة الموقع من خلال الجوجل تلقائيا. هون في عندي يا اخوان خيار اسمه خيارات الاتصال. حنضغط عليه. بعد ما تضغطوا عليه يا اخوان طبعا هذا الخيار هو عم يكون سبب بعدم اتمام المعاملات اذا في عندكم اخطاء بالمعاملات وعم يكون سبب بفشل عدة معاملات عبر الايدولات. طبعا هي الخطوة الاولى في عدة خطوات اخرى خليكم معنا. هون يا اخوان بهذا الخيار اللي هو خيار معلوماتي رح يكون موجود هون رقم الهاتف تبعكم. اذا مو موجود لازم تضيفوا رقم الهاتف تبعكم. تمام بتضيفوا رقم الهاتف وبتعملوا له تأكيد. هي اول خطوة. بتنزلوا للاسفل. هون يا اخوان في عنوان البريد الالكتروني تبعكم كمان اذا مو منضاف لازم تضيفوه وتعملوا له تأكيد. ممكن كتير خدمات على الايدولات ما تشتغل اذا مو موجود عنوان البريد الالكتروني تبعكم ورقم الهاتف بشكل صحيح. هي النقطة الاولى اللي لازم تركزوا عليها. بتضغطوا هون اخواني بتحطوا البريد الالكتروني بتعملوا له تأكيد. لازم تحطوا له تأكيد بيجيكم رسالة على البريد الالكتروني وعلى الهاتف وهيك بتكونوا اكدتوا رقم الهاتف والبريد الالكتروني تبعكم بنجاح. وهيك بنكون خلصنا من موضوع اول خطوة. بعدين رح تنزلوا للأسفل يا أخوان. هون بالأسفل بقى الخطوة اللي جدا مهمة. هون في عندكم كلمة باللون الأزرق مكتوب عليها تفضيلات المعلومات. رح تضغطوا عليها.
بعد ما تضغطوا على هذا الخيار يا اخوان، هون الشغلة المهمة اللي لازم تعملوها ايضا، ترجمت لكم الصفحة مثل ما لكم شايفين يا اخوان، هون في اشعارات للبلدية، اختارات المؤسسات والمنظمات العامة، اختارات بوابة الحكومة الالكترونية. كتير في ناس في رسائل سواء بتخص مساعدات، بتخص جنسيات، بتخص معلومات، الدولة او دوائر الحكومة بدها تبعت لكم ياهن، ولكن ما عم يقدروا لانه انتو مو مفعلين هاي الخطوات او هاي الخيارات، او مو ضايفين رقم الهاتف تبعكم او البريد الالكتروني تبعكم. هون يا اخوان رح تجوا على هدول الخيارات وتحطوا عليهم كلهم صح. في عندكم هون كلمة الكل، هون عم يسألوكم انه كيف بدكم الاشعارات توصلكم، هل من خلال رسائل قصيرة، هل من خلال البريد الالكتروني، هل من خلال اتصال مثلا. فانتوا يا اخوان بتحطوا على الاشعارات الكل، تمام؟ في اشخاص ممكن يفوتوا لهون ما يكون في اصلا رقم هاتف او بريد الكتروني، مشان هيك عم بقول لكم حطوا رقم هاتف وبريد الكتروني. هون المؤسسات والدوائر الحكوميه اخواني لما بدها ترسلكم اي شيء لازم تكون هاي المعلومات موجوده عبر الايدولات، لحتى يشتغل الايدولات بشكل صحيح لازم تكون هاي المعلومات موجوده. في كتير ناس عانت من كتير مشاكل بسبب هاي المواضيع، في كتير ناس في لها مساعدات او رسائل بشكل عام من الدوائر الحكوميه ما عندهم علم فيها بسبب هذا الغلط. فهدول يا اخوان كلهم حطوا عليهم صح، تمام؟ كلهم بتحطوا عليهم صح، وبعدين بتضغطوا على كلمة يحفظ أو حفظ هاي الموجودة بالأسفل. هيك بتكونوا عطيتوا الإذن للإيدولات وللدوائر الحكومية إنه هن يرسلوا لكم رسائل أو إشعارات أو إخطارات حول أي موضوع كان. حلو كتير، هاي الخطوة الثانية عملناها. الخطوة الثالثة اللي رح نعملها هلأ هي تحديث معلومات الكملك، وهي خطوة جدا مهمة لحتى يزبط السيستم تبع الإيدولات. رجعنا على الصفحة الرئيسية يا إخوان، ورح نكتب بشريط البحث كملك بالجلرم، يعني معلومات هويتي. كتبنا هاي المعلومة يا اخوان، هون بالاسفل عندكم خيار مكتوب عليه كملك بالجلرم، تمام؟ رح تضغطوا عليه وبتنزل للاسفل تضغطوا على كلمة كملك بالجلرم وبتستنوا شوي، يعني معلومات هويتي. رح ترجم لكم الصفحة للغة العربية. هون يا اخوان مثل ما لكم شايفين طلع معلومات الهوية تبعكم، تاريخ الميلاد تبعكم، مكان الولادة تبعكم، اسم الأم واسم الأب. في ناس مثلا عملت تحديث للكملك تبعها، في ناس غيرت الكنية، في ناس قدمت أمور جديدة، في ناس تزوجت تغيرت الكملك تبعها، فمن الممكن يكون هم في خطأ بالكملك تبعهم. فأنتوا شو رح تعملوا؟ رح تضغطوا على كلمة قم بتحديث معلوماتي. ضغطنا عليها مثل ما لكم شايفين تمت معاملتك بنجاح، وتم تحديث معلومات الكملك تبعكم على السيستم الخاص بالإيدولات. وبهي الصورة يا أخوان كل معلوماتكم على الإيدولات أصبحت محدثة وصحيحة. يعني إذا جيتوا لحتى تعملوا أي معاملة على الإيدولات، طبعا هذا الحكي مثل ما قلنا بيشمل السوري، العراقي، الأجنبي، التركي، أي شخص مقيم في تركيا. وعلى فكرة في ملايين الأشخاص ما عندهم علم بهي المعلومات، ويجب كل شخص مقيم في تركيا انه يلتزم فيها مشان اموره تمشي بشكل افضل. بهي الصورة يا اخوان انتو بتكون اموركم سليمة، رح يبدأ يجيكم اشعارات او رسائل الى علاقة بامور كتير. طبعا هاي الامور مهمة ومفيدة لمصلحتكم. هذا الفيديو رح يكون عن هدول الخطوات الاولى، اللي فعلهم يكتب لي انا فعلتهم، تم بقسم التعليقات، اللي عمل هاي الاجراءات كلها يكتب لنا انه عملها بقسم التعليقات. رح ننتقل ان شاء الله بالفيديوهات القادمة على مراحل اخرى ومهمة جدا، أنا ما حبيت أعملها كلها بنفس الفيديو مشان ما يكون الفيديو طويل، ورح نحكي عن تفاصيل أخرى يا أخوان جدا بالصميم وجدا مفيدة للجميع، ومعلومات رح تكون إن شاء الله لصالحكم في تركيا. أخواني الكرام بالفيديوهات القادمة في عنا عدة أمور هامة جدا لجميع السوريين والأجانب في تركيا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لحتى توصلكم جميع التفاصيل. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.